يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قول المؤلف رحمه الله وقد يجيب الله دعاء الكافر فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم، وبينما ورد في الحديث ومطعمه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك؟ نعم، قد يستجيب الله للكافر وقد لا يستجيب، ويستجيب للمؤمن وقد لا يستجيب. الكافر إنما يستجاب له إذا كان مظلوما أو إذا وقع في شدة وأخلص الدعاء لله فإنه يستجاب له. نعم.